سيل بيولوجي. هنتكلم ان شاء الله في مادة البيولوجي، هنتكلم فيها الاول عن الانترودكشن، مقدمة يعني ايه علم البيولوجي، انواعه، التصنيفات اللي تحته، انواع الخلايا وهكذا. في البداية هتكلم ايه هو البيولوجي اصلا. علم البيولوجي هو العلم اللي بيدرس الاحياء او الحياة، جاي من كلمة بايو او بايوس، جريك وورد معناها لايف، ولوجيا معناها الاستادي يعني دراسة الاحياء. العلم ده بيتعامل مع او بيهتم بيه مجموعة حاجات خاصة بالكائن الحي، التركيب بتاعه اللي هو الاستراكشر، فانكشن بتاعته الوظيفة، ديستريبيوشن بتاعه انتشاره في المحيط اللي حواليه، ادابتيشن تكيفه مع الظروف المتواجد فيها، الانتر اكشن تفاعله سواء سلبا وايجابا مع الكائنات اللي حواليه او مع الاوساط اللي حواليه، والايفوليوشن بتاعه التطور بتاعه مع مرور الوقت. علم البيولوجي ده بيتضمن مجموعة علوم زي الميكروبيولوجي، وده بيتكلم عن دراسة الأحياء الدقيقة زي البكتيريا والفيروس وكده، والزولوجي وده بيتكلم عن الانيمالز، والبوتاني ده بيدرس النبات. لما اجي اتكلم عن الميكروبيولوجي هلاقيه هو العلم اللي بيدرس الكائنات الحية الدقيقة اللي ما اقدرش اشوفها بالعين المجردة ولازم استخدم الميكروسكوب عشان اشوفها، ودي تتضمن البكتيريا والبروتوزوا، الجي والفنجاي او الفنجاي، والنوع الثالث الفيروس وده ليه تصنيف لوحده. علم الزولوجي ده بيدرس الانيمالز وحياتها سواء منقرضه او لسه موجوده، بيدرس الاستراكشر بتاعها، الفسيولوجي بتاعها اللي هو وظائف الاعضاء، علم الاجنه الامبريولوجي، التطور بتاعها الديفلوبمنت او الايفوليوشن، كلاسيفيكيشن بتاعها والهابيتات المكان اللي بتعيش فيه والديستريبيوشن. علم البوتاني بيدرس طبعا النبات وبيتكلم برضه عن الاستراكشر بتاعه والفسيولوجي والكلاسيفيكيشن ايكولوجي وهكذا. دي التقسيمات او العلوم اللي بتندرج تحت علم البيولوجي. في بقى تقسيمات فرعيه لعلم البيولوجي او حاجات فرعيه علم البيولوجي بيهتم بيها زي علم التشريح او الاناتومي، وده بيدرس الشكل والوظيفه في الحيوانات والنباتات وباقي الانواع الكائنات الحيه. عندي حاجة اسمها السيل بيولوجي، ودي اللي احنا هنركز عليه لان احنا هيدرس تركيب الخلية نفسه، ده جزء من علم البيولوجي بيختص بدراسة الخلية، بيدرس بقى الاستراكشر بتاعها، المكونات الداخلية بتاعتها، وظيفتها بالنسبة للكائن الحي، دورة الحياة بتاعتها ازاي، بتنقسم، بتموت ازاي، التفاعل بتاعها مع الوسط الداخلي والوسط الخارجي. وطبعا الكلام ده كله بيتم دراسته عن طريق الميكروسكوب لان زي ما قلنا دي كائنات ما اقدرش اشوفها بالعين المجردة. علم البيولوجي ليه اسس قام عليها، الاسس دي خمسة، خد بالك انها ممكن تيجي مثلا في امتحان الشيت كأسئلة على الخمس قوانين او الخمس قواعد او الخمس سيوريز دولت بتوع المودرن بيولوجي. فالأولانية اسمها أو البرنسبل الأول اسمه السيل ثيوري، وده بيتعامل مع السيل على إنها البيزك يونت أوف لايف أو الوحدة البنائية والوظيفية لكل الكائنات الحية. لما أجي أقسم الكائنات الحية هلاقيها بتنقسم لنوعين من حيث الخلايا، نوع وحيد الخلايا بيتكون من خلية واحدة بس سواء صغيرة أو كبيرة باسمه يوني سيلولار زي البكتيريا. النوع الثاني بيكون عديد الخلايا بيحتوي على ملايين الخلايا زي الهيومن سيل او الهيومن بودي. طب ايه هي انواع الخلايا اصلا؟ عند الخلايا من حيث النوع بتنقسم الى نوعين اتنين، وبقسمها حسب نوع النواة اللي موجودة فيها. فعندي كائنات اسمها اوليات النواة زي اسمها البروكاريوتس، والنوع التاني اسمه حقيقيات النواة او ايوكاريوتس او يوكاريوتس، وهنتعرض لها بالتفصيل بعد كده. ده بالنسبة للبرنسبل الأول أو القاعدة الأولانية سيل سيب.
القاعدة التانية اسمها الإيفوليوشن أو التطور، ودي بتدرس التطور اللي نشأ في الكائنات الحية وأدى لظهور أنواع جديدة. فبيشوف بقى التاريخ التطوري لكل الأنواع المختلفة من الكائنات الحية والخواص بتاعتها وعلاقة بيسموها النسب أو القرابة بين الكائنات الحية. عشان عندي حاجة اسمها نظرية التطور، النظرية دي تفترض إن معظم الكائنات الحية أو كل الكائنات الحية اللي موجودة على الأرض حتى اللي انقرض كلها جاية من سيم انسيستور أو من سلف مشترك. البرنسبل الثالث بيتكلم عن علم الجيناتكس أو الوراثة، والبيزك يونت بتاعته اسمها الجينز أو الجينات. والجين عبارة عن مجموعة أو وحدة، أو هو الوحدة الأساسية لعلم الوراثة، وعبارة عن جزء من الدي إن إيه مسؤول عن كل حاجة في الكائن الحي، عن شكله وعن الوظيفة بتاعته وعن التفاعل بتاعه. كل حاجة موجودة في الكائن الحي سواء كوظيفة أو كشكل بيبقى مسؤول عنها جين معين جوه الدي إن إيه بتاعه. البرنسبل الرابع عندي اسمه الهوميوستاسيس او ثبات او حاله الاتزان الداخلي، ودي خاصيه الكائن الحي بيقدر من خلالها انه يعمل توازن او ثبات ما بين البيئه الداخليه بتاعته والبيئه الخارجيه المحيطه بيه عشان يفضل في حاله استقرار او ثبات. ودي بيتحكم لي فيها طريقه اسمها الريجوليشن ميكانيزم، وطبعا الكلام ده موجود في كل الكائنات الحيه بمختلف انواعها. البرنسبل الاخير عندي الانرجي، ودي طبعا شيء اساسي في كل كائن حي، ان كل كائن حي عشان يعيش لازم ياخد طاقه ويطلع طاقه، يعني بيستهلك الطاقه في العمليات الحيويه بتاعته مهما كان حجم الكائن الحي ده صغير او كبير. طبعا الكلام ده كله عباره عن مقدمه يعني ملهاش اهميه قوي، مجرد بيزكس بس لعلم البيولوجي. بعد كده بقى هبدا اتكلم عن كلام مهم شويه، فهلاقي عندي تقسيمه الخلايا زي ما قلنا او انواع السيلز بقسمها لنوعين، بروكاريوتس او اوليات النواه، يوكاريوتس او يوكاريوتس اللي هي حقيقيات النواه. معنى كلمه كانيو يعني نواه او نيوكليوس، كلمة برو يعني بريميتيف أو بدائي أو أولي، يو يعني ترو أو حقيقي. فلما أجي أتكلم عندي عن البروكاريوتس والمقارنة بينها وبين يوكاريوتس هلاقي نفسي بقارن أربع حاجات أساسية: نيوكليير ستراكشر اللي هو تركيب النواة أو شكل النواة، السيتوبلازمك ستراكشرز يعني المكونات الموجوده في السيتوبلازم، الموتيليتي او طريقه الحركه، والسايز او الحجم. هلاقي في اختلافات واضحه بين البروكاريوتس واليوكاريوتس. لما اجي اتكلم مثلا عن البروكاريوتس بالنسبه للنيوكلير ستراكشر بتاعها، هلاقي عندي بالنسبه للنيوكلير ممبرين والنيوكليولس الاثنين مش موجودين. الدي ان ايه بتاعها عبارة عن سنجل مولوكيول. زي ما انا شايف كده هلاقي الدي ان ايه يقول لي نوت كومبلكسد ويز هيستون، عبارة عن سنجل مولوكيول فري في السيتوبلازم ومش محاط او مش مرتبط ببروتين اسمه الهيستون. الانقسام بتاعها او الديفيجن مفيش انقسام ميتوزي، الانقسام هنا بيحصل عن طريق انقسام النوع الاولي من الانقسام اسمه الباينري فيجن او الفراجمنتيشن، ان جزء من الخليه الاساسيه بينفصل ويبدا يكون خليه جديد، وبعدين جزء تاني منه ينفصل ومعاه الجيناتيك ماتيريال اللي هو الدي ان ايه وهكذا. طب السكشوال ريبرودكشن او التكاثر الجنسي بيتم طبعا زي ما احنا عارفين عن طريق الانقسام الميوزي، وده برضه مش موجود في اوليات النواه. يبقى انا عندي اللي موجود فيها
هو سنجل مولكيول من الدي ان ايه ونوت كومبلكس جزء هيستون. الديفيجن او الانقسام بيحصل عن طريق الباينري فيجن وعمليه الفراجمنتيشن او التقسيم الى فراجمنتس او اجزاء. طيب بالنسبه للسيتوبلازميك ستراكشرز هلاقي عندي حاجه اسمها البلازما ممبرين. بلازما ممبرين ده اللي هو ده مش هلاقي فيه ماده اسمها الستيرولز، دي ماده بتدخل في تركيب البلازما ممبرين. الماده دي مش موجوده في البروكاريوتس لكن هلاقيها موجوده عندي في اليوكاريوتس. في حاجه اسمها الممبرين باوند اورجانيز، يعني عضيات او اعضاء داخليه موجوده في السيتوبلازم المفروض انها تبقى محاطه بغلاف. الحاجات دي مش موجوده في البروكاريوتس. الريبوسومز عندي او الريبوسومات اللي هي دي هلاقيها نوع اسمه ال 70 اس، ودي هنتعرض لها بالتفصيل بعد كده في انواع الدي ان ايه والريبوسومز وكده. طيب اما اجي اتكلم عن ريسبيراتوري سيستم او الجهاز التنفسي او النظام التنفسي للبروكاريوتس مش هلاقي موجود عندي ميتوكوندريا اللي هي بيت الطاقه في الخليه، دي موجوده في يوكاريوتس بس. لكن هنا الريسبيراتوري سيستم جزء من البلازما ممبرين. السيل وول او جدار الخليه او الجدار الخارجي للخليه اللي هو ده هلاقيه بيتكون من مادة اسمها البيبتيدوجلايكان، على عكس الايوكاريوتس هلاقي عندي السيلول بيتكون من مادة اسمها البوليساكاريد. عندي حاجة اسمها الاندوسبورز هي بيبقى نوع من الحماية الخلية بتعمله لنفسها، ده موجود في البروكاريوتس لكن مش هتلاقيه في اليوكاريوتس، وده وظيفته ان هو بيعمل بروتكشن للخلية عن طريق ان هو بيقاوم درجات الحرارة العالية. بعد كده لما اجي اتكلم عن الموتيليتي او الحركه هلاقي عندي نوعين من انواع الحركه، يعني خلايا البروكاريوس او اوليات انها بتتحرك بطريقتين. الطريقه الاولى اسمها الفلاجيلر موفمنت، بتتحرك عن طريق حاجه اسمها الفلاجيل اللي هي دي زي اصوات كده حاجه شبه الكرباج زي بكتيريا اسمها الاشريشيا كولاي. وفي حاجة تانية اسمها النون فلاجيلر موفمنت عن طريق حاجة اسمها الجلايدنج موتيليتي، نوع من التزحلق. الحاجة الرابعة اللي هتكلم عنها في خواص البروكاريوتس هي السايز، وهلاقي السايز بتاع البروكاريوتس من اسمها خلايا أولية أو أوليات النواة، فهلاقي حجمه بتاعها سمول أقل من 2 مايكرون أو مايكروميتر ان دايمتر. أهم حاجة عندي ان الدي ان ايه عباره عن سنجل مولكيول نوت كومبلكسد وذ هيستون بروتين، مفيش انقسام ميوزي او ميتوزي، مفيش نيوكلير ممبرين. بالنسبه للسيتوبلازم البلازما ممبرين مفيهوش ستيرول. الريبوسوم 70 اس، مفيش ميتوكوندريا. السيل وول بيتكون من منطقه اسمها او من ماده اسمها البيبتيدوجلايكان، وعندي حاجه اسمها الاندوسبورز ودي بتقاوم درجات الحراره العاليه. الحركة عن طريق الفلاجيلا أو الجلايدنج موتيليتي. ما بتكلم عن يوكاريوتس أو حقيقيات النواة هلاقي عندي النواة بتاعتها أصلا اللي هي دي النيوكليوس ليها غلاف خارجي اسمه النيوكلير ممبرين أو الغلاف النووي مغلفها من بره، إنما هناك كانت النواة مفيش، هو عبارة عن الدي إن إيه فري كده في السيتوبلازم. هنا عبارة عن كتلة على بعضها محاطة بغلاف نووي
وفي حاجة اسمها النيوكليولس، نوية أو النواة صغيرة يعني. الدي ان ايه بتاعها عبارة عن كروموسومات زي ما احنا عارفين كده في الإنسان 46 زوج من الكروموسومات، وطبعا الدي ان ايه بتاعها بيكون كومبلكسد أو متداخل مع مادة الهستون. فيها طبعا ديفيجن عن طريق الانقسام الميتوزي، وسيكشوال ريبرودكشن أو تكاثر جنسي عن طريق الانقسام الميتوزي. بالنسبة للسيتوبلازم هلاقي عندي البلازما ممبرين بيحتوي على مادة الاستير، هناك قلنا في البروكاريوتس مفيش مادة الاستير. الريبوسومز هنا 80 اس اللي هي الريبوسومات، هناخد بعد كده ان شاء الله ايه 80 اس وايه 70 اس. ده الريسبيراتوري سيستم، الريسبيراتوري سيستم هو بيقال ان معناه الجهاز التنفسي او النظام التنفسي، لكن التنفس هنا معناه وسيله انتاج الطاقه، مش اللي هو ادخال الهواء والزفير والشهيق والكلام ده، لا هو انه بياخد مواد ويحولها لطاقه، وده بيتم في الميتوكوندريا. وزي ما قلنا الميتوكوندريا موجوده في الايوكاريوتس لكن مش موجوده في البروكاريوتس. دي الميتوكوندريا. نجي اتكلم عن السيل وول، هلاقي السيل وول عندي بيتكون او بيحتوي على مادة البوليساكرايد، وبيكون موجود في البلانتس والالجي والفنجاي، لكن مش موجود في خلايا النباتات، في خلايا الحيوانات والبروتوزو. يعني هنا هلاقي عندي السيل وول، دي خلية نباتية اهيت، هلاقي فيها السيل وول ده بيحتوي على بوليساكرايد. اللي هو المنطقة دي. لكن خلايا الانيمالز ما بتحتويش على سيل وول. وطبعا الاندوسبورز والفيسيكلز والكلام ده مش موجود في خلايا الايوكاريوتس، لان عنده وسائل حماية تانية متقدمة مور ادفانسد. بالنسبة للموتيليتي او الحركة، فبيتحرك بحاجة اسمها الفلاجيلا وحاجة اسمها السيليا. الفلاجيلا اللي هي الأصوات، والسيليا نوع من الأهداف. طب النون فلاجيلر موفمنت، في حاجة اسمها سيتوبلازميك ستريمينج، يعني زي السيتوبلازم بيتكون في ناحية ويبدأ ينساب فيتشد للناحية التانية. وحاجة اسمها الأمويبويد اميبويد موفمنت، شبه حركة الأميبا كده بالظبط، حركة دودية يعني، وبرضه عملية الجلايدنج موتيليتي أو التزحلق. وطبعا الحجم بتاع الأيوكاريوتس بيكون كبير، أكبر من البروكاريوتس بكتير، الرينج بتاعها ما بين 2 إلى 100 مايكرومتر إن دايمتر، الدايمتر بتاعها بيكون من 2 إلى 100 مايكرومتر، لكن زي ما قلنا في البروكاريوتس بتكون أقل من 2 مايكرومتر. اهم فرق عندي ان النواه هي اتقسمت بناء على النواه، برو يعني نواه اوليه، ويو يعني نواه حقيقيه. فانا عندي النواه بالنسبه للبروكاريوتس زي ما قلنا سايبه كده في السيتوبلازم، ما في ملهاش غلاف خارجي او غشاء نووي، ما فيهاش نيوكليولس، لكن نواه حقيقيه كامله لها غلاف او غشاء نووي ونيوكليولس والدي ان اي بتاعها كومبلكس مع الهستون، دي ليوكاريوتس. جينا هتلاقي المقارنه بين البروكاريوتس والايوكاريوتس زي ما احنا قلنا بالظبط، بالنسبه للنيوكليير ستراكشر، السيتوبلازميك ستراكشر، الموتيليتي والسايت. جزاكم الله خيرا فريق عمل اسره حياه.